نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه جولة مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من موضوعات وقضايا وملفات كثيرة ومتنوعة. معي ومعكم في هذه الجولة الصحفية الأستاذ عبد الناصر منصور الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أستاذ عبد الناصر صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا يا فندم. صباح النور وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك، تسمح لنا نبتدي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذه الجولة الصحفية من جريدة الأهرام والرئيس: مصر لا تتحمل استمرار الأوضاع العشوائية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من مشروع بشائر الخير 2 بالأسكندرية. السيسي يطلب من المسؤولين تنفيذ القانون على الجميع وعدم الخوف من المخالفين وتغيير عدادات الغاز والكهرباء والمياه إلى مسبوقة الدفع. كيف تابعت بداية أستاذ عبد الناصر افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع بشائر الخير، وأهم وأبرز ما توقفت عنده من كلمات للسيد الرئيس أثناء هذا الافتتاح؟ بداية السيد الرئيس في خلال الاحتفال أمس بافتتاح بشائر الخير 2 بيجدد أو يعني ينفذ ما تعهد به منذ توليه المسؤولية، وهو عدم إرضائه عن إقامة أو إعاشة بعض من أهالينا في مناطق خطرة وعشوائية، وده من خلال تنفيذ هذه المشروعات الضخمة في أماكن متفرقة ليس في القاهرة وحدها ولكن في مختلف محافظات الجمهورية وآخرها البشائر الخير. كان هناك مرحلة أولى وهذه هي المرحلة الثانية لمشروعات إسكان خاصة بالشباب والأسر البسيطة أو الأسر التي كانت تسكن في أماكن غير لائقة. تصريحات السيد الرئيس بأنه يعني غير راضي عن أن يكون هناك في أي عشوائيات في على مستوى الجمهورية، وده تعهد منه وبينفذه بالفعل في محافظات مختلفة. مطالبة السيد الرئيس بتنفيذ القانون على الجميع هو بيشدد ويأخذ بيد كل المسؤولين وأنه يقف بجانب كل مسؤول أن ينفذ القانون ولا يخشى من أحد من أي بلطجي أو سلطوي أو غيره من الخارجين عن القانون أو المتعديين على أملاك الدولة أو المنفذين لمشروعات غير قانونية أو مشروعات إسكان مخالفة. يعني بيؤكد على كل المسؤولين أن الدولة تقف إلى جانب المسؤول الذي يواجه هذه المخالفات وأن القانون هو فوق الجميع. والسيد الرئيس أعلنها صراحة بأنه لا يتسامح في حقوق الدولة. تمام. وهو طبعا ده كان ضارب مثل بالحديقة الدولية هناك، وأن هناك مديونية تقدر ب 400 مليون جنيه، دي مديونية متأخرة على بعض من له مشروعات يؤجرها في هذه المنطقة، ويؤكد أن حق الدولة لا تهون فيه ولا تسامح فيه. يعني يدافع يخرج، وأيضا لابد أن يدفع ما عليه من ديون. الجزء الثالث الذي تحدث فيه السيد الرئيس، وهو يعني نقطة هامة وجريئة، أن يكون هناك عدادات للمياه والغاز مسبوقة الدفع حتى يأخذ كل ذي حق حقه قبل أن يستهلكه، وحتى لا يكون هناك أي مخالفات أو أي أضرار بالمواطن أو بحق الدولة. وده كان في تجربة طبعا للكهرباء، أن طبعا هي سابقة بقالها سنوات والناس يعني مستريحة لهذا، وإن كان هناك بعض الأخطاء يمكن معالجتها، لكن الدفع أو الفاتورة المدفوعة مقدما تحدد لكل مواطن كيف يستخدم ويعني ويبقى عارف استهلاكه قد إيه، وفي المقابل بتضمن طبعا حق الدولة. طب بننتقل من جريدة الأهرام إلى الأخبار ولجنة عليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة
مدبولي 19 منطقة حرة واستثمارية جديدة توفر 220 ألف فرصة عمل. أعتقد ده موضوع مهم جدا، فكرة أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وفكرة أنه مع أي عمل المسؤولية فيه بتبقى مسؤولية اجتماعية ليست فقط على عاتق وكاهل الحكومة أو الدولة، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون وثيق ووطيد مع القطاع الخاص. هو بالفعل الدولة بدأت منذ سنوات في عملية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة العديد من المشروعات الحكومية أو الشركات القطاع الأعمال العام، وأيضا المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، خاصة أن الإدارة هي أمر مهم جدا يعني استمرارية المشروع بنجاح وبأن يحقق أرباح للدولة وللمسؤولين وللعاملين في هذا المشروع. ولنا خبرات سابقة في هذا المجال في قطاع السياحة، في كثير من الفنادق التي تتبع الحكومة أو ويتم إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء كان قطاع محلي أو دولي أو علامات تجارية دولية، ونراها تحقق مكاسب جيدة. هناك أيضا مشروعات في القطاع العام التي أي يعني مصابة أو يعني لديها خسائر كثيرة، والإدارة تعجز عن يعني النهوض بهذه المشروعات. الدولة في الوقت الحالي وزير قطاع الأعمال يحاول أن يعني يحيي الروح في هذه المشروعات من خلال أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في مشروعات كبيرة جدا مثل الحرير والصلب والغزل والنسيج وغيرها من المشروعات التي ينبغي أن يكون هناك شراكة لتجدد الدماء وتجدد المعدات ويكون هناك عمليات تدريب وإمكانية الإنتاج. وانعكاسات الشراكة دي زي ما الخبر بيقول في توفير عدد من فرص العمل، واحنا طبعا عارفين ان البطالة من المشكلات ربما او التحديات اللي بتواجه بلدنا وهي مشكلة قديمة حديثة، ففكرة انه هذه المشروعات او التعاون المشترك بيستوعب اعداد من الشباب ممكن يتم تشغيلهم في اطار هذه المشروعات، اعتقد ده شيء مهم جدا. هو المستثمر عندما يدخل يضخ اموال جديدة من خلال التعاقدات المتفق مع الحكومة بها، وبالتالي عندما يكون هناك ضخ اموال يكون هناك معدات جديدة، توسعات في المكان، يستوعب هذا عاملون جدد خاصة من الشباب الذين هم يقفون في طابور للانتظار لطابور العمل. أعتقد أنه فرصة جيدة لتوفير فرص عمل جديدة بشكل واقعي وعملي حسب التخصصات الشباب في مختلف الأماكن. طب اسمح لنا ننتقل مع حضرتك ومع السادة المشاهدين من جريدة الأخبار إلى جريدة الجمهورية. و3.4 مليار جنيه زيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، وإقامة 12 تحالف تكنولوجي لربط البحث العلمي بالصناعة بتكلفة 112 مليون جنيه. فكرة زيادة الإنفاق على البحث العلمي، يمكن احنا عندنا عقول مصرية مبدعة دايما ومبتكرة يعني بتخرج هذا الإبداع وهذا الفكر في أبحاث علمية لا تعد ولا تحصى، ولكن للأسف أحيانا بتكون هذه الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج، نظرا لأنه يعني أي بحث علمي أو يعني هذه الأفكار أن تترجم لواقع علمي ملموس لابد أن يكون له يعني إنفاق أو مخصصات مالية كبيرة حتى تساعده وتدفعه إلى الأمام في هذا المجال. كيف ترى هذه الجزئية والتحديات التي كانت يعني تواجه وربما لا تزال تواجه البحث العلمي في مصر، وأهمية زيادة الإنفاق الحكومي في هذا المجال وهذا الملف على وجه الخصوص؟ هو زيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي ده مطلب منذ سنوات طويلة، خاصة أن هناك تجارب دولية في هذا المجال، سواء كان مثلا دول آسيوية مثل اليابان وكوريا والصين ودول أوروبية وأمريكا أيضا. البحث العلمي له اهتمامات كبيرة
فعندما يكون هناك زيادة بهذا المبلغ 3.4 مليار، ده مبلغ إلى حد ما مناسب، لكن إن شاء الله أعتقد أن في الموازنات الجديدة سيكون هناك زيادات أكثر من ذلك بالكثير. ولكن ربط البحث العلمي والتكنولوجي بالصناعة صناعة ده هو الأهم، خاصة طبعا أن احتياجات الصناعة لابد أن يكون يعني مرتبطة بالبحث العلمي وتطوير عمليات الإنتاج من خلال البحوث العلمية في مجالات متنوعة، سواء كان صناعات مختصة بالإنتاج الزراعي أو صحيح المعدات الأخرى، الإنتاج الخاص بالاستهلاك المنزلي، سواء كانت معدات أو سيارات أو صناعات غذائية أو غيرها مختلف، كل الصناعات بشكل عام عندما يتم ضخ أموال للعلماء في هذا المجال والباحثين والخريجين لعمل ابتكارات جديدة، وده لاحظناه بالفعل من خلال بعض الصناعات المحلية، القطاع الخاص بالفعل في بعض المشروعات يعتمد على البحث العلمي وعلى التطوير من خلال تخصيص جزء من ميزانيته لتطوير منتجاته في مجالات متنوعة. وعندما يكون هناك ترابط بين الحكومة والقطاع الخاص، هناك 12 تحالف تكنولوجي لربط البحث العلمي مع الصناعة، ده أمر وخطوة جيدة أعتقد إن شاء الله عندما يعني تكلل بالنجاح في مراحلها الأولى سيتزداد هذه التكتلات والاستثمارات في هذا المجال. صحيح. طيب بننتقل من الجمهورية إلى المصري اليوم وتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني لتحقيق الشفافية والمالية، تخصيص 20% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف تابعت هذا الخبر أستاذ عبد الناصر؟ أعتقد أن كان هناك في العهود السابقة كان بعض المخالفات في شراء بعض يعني مشتريات أو يعني احتياجات المؤسسات الحكومية، لكن عندما يكون هذا بيتم إلكترونياً يكون على الملأ والجميع أمام بشفافية تامة، حتى لا يكون هناك أي عمليات عمولات أو أو أي فساد شكل أو من أي أشكال شكل من الفساد. أشكال طبعا الفساد طبعا الذي كنا نراه من قبل. فهذه يعني تطبيق هذه المنظومة في الوقت الحالي أظن أنه يعني يكون له مردود على المواطنين والعاملين في هذه المصالح، وفي الشارع المصري هيكون في ارتياح تام لتنفيذ هذا الأمر. الأمر الآخر، المالية عندما تخصص 20% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ده تشجيع للقطاع الخاص المتوسط والصغير، خاصة أن الدولة في هناك لديها توجه كبير جدا للاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني عندما يكون هناك مبالغ محددة من الدولة لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فده أمر مهم جدا، تشجيعهم على التطوير وزيادة الإنتاج وزيادة دخول الشباب في هذه الأنشطة عندما تكون هناك اهتمامات الدولة بهم بهذا الشكل. طيب بننتقل من المصري اليوم إلى الأخبار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، انتخابات المحليات بداية 2019 وزيادة أعداد المجالس الشعبية وخطة لاقتلاع جذور الفساد قريبا وميكنة تراخيص البناء. طبعا هي انتخابات منتظرة للانتخابات المحليات، ودايما احنا لما بيبقى في اي اشكاليه للاسف او اي شكل من اشكال الفساد احيانا بيتم ربطه ب يعني انتشار الفساد او العشوائيه داخل يعني اروقه المحليات، ويمكن عشان كده او في هذا الاطار او في هذا السياق وزير التنميه المحليه اكد انه حقيقه في خطه ربما وفي استراتيجيه قادمه للمتابعه وللرقابه ولاقتلاع جذور الفساد. أعتقد أن ملف المحليات من أخطر وأهم الملفات التي ستواجه الدولة في 2019، وعندما يعلن وزير الدولة التنمية المحلية أنه طبعا الانتخابات التي تأخرت كثيرا وكان الشعب ينتظر تغيير الفاسدين في هذه المنظومة،
وتكون هناك انتخابات حقيقية في هذا المكان. يعني الشعب ينتظر هذا منذ سنوات، وأعتقد أن عندما يكون هناك يعني تصريحات بهذا الشكل وخطة لديهم، خاصة أن أخطر المشاكل التي تواجه المحليات هو البناء العشوائي والبناء المخالف وتخطيط الغير منظم، وده اللي بينعكس على كثير من المشكلات التي تواجه المناطق أو المدن الصغيرة وأطراف المدن وكافة المحافظات والقرى. لكن عندما يكون هناك انتخابات حقيقية واختيار عناصر الشعب هو الذي يختار هذه العناصر، خاصة أن هذه العناصر تكون مشهود لها بالصلاح وعدم أن لا يكونوا فاسدين أو لديهم من المخالفات السابقة، أظن أن يعني هتكون إن شاء الله تجربة جيدة، والجميع يتكاتف سواء كان حكومة وشعبا لمواجهة أي فساد، خاصة في المحلات الذي استشرى منذ سنوات طويلة، والشكوى مر الشكوى للشعب من هذه المحليات تحديدا. ويتمنى طبعا أن ينجح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي في هذه المهمة وهذه المسؤولية التي تبدو يعني مسؤولية ومهمة صعبة بشكل كبير، فكرة اقتلاع جذور الفساد من المحليات، وأن تكون هناك رقابة وأن يكون هناك متابعة حقيقية. طيب، بننتقل من الأخبار ونعود من جديد إلى جريدة المصري اليوم. ووزارة التربية والتعليم تبلت عهدة وغرامة 4500 جنيه لفقدانه، وامتحانات أولى ثانوي في العربية والإنجليزية لن تتضمن القصة المقررة. طبعا يعني كثر الحديث عن نظام التعليم الجديد وكثر الحديث عن التابلت، وهو يعني أو هي وزيرة التربية والتعليم الآن تتحدث عن الغرامة في حال فقدانه. هي الطلبة المفروض ياخدوا التابلت امتى؟ ولا هو المفترض بدأوا بالفعل في في الثانوية العامة، خاصة هو البداية هتكون بالثانوية العامة تحديدا، وبعد كده يستمر في باقي المراحل، سواء كان مراحل الأولى وثانية ثانوي أو الإعدادي وما إلى ذلك. هو التشديد على أن يكون هناك غرامة لفقدان التابلت، يعني حتى لا يكون هذا الجهاز لعبة في أيدي الطلبة، ويكون اهتمام قوي، لأن عندما يكون هناك غرامة الجميع سيحافظ على الجهاز، خاصة أن يتم تحميل عليه كل المواد العلمية التي يتم تدريسها، ويكون لديه إمكانية التصفح والبحث أو دخول على أماكن البحث لزيادة أو إصقال الطالب بالمعلومات والمهارات في كافة العلوم التي يدرسها في الثانوية العامة. أعتقد أن يعني هو الدولة تعاقدت منذ عدة أشهر مع أكثر من جهة، سواء في الداخل وعلى رسوم الهيئة العربية للتصنيع لتوفير هذا الجهاز، لكن كانت المشكلة أساسا في توصيل الانترنت للمدارس، خاصة عمليات الحفر تمديد الكابلات للمدارس. الأهالي وأولياء الأمور هم الذين يعارضون ذلك، خاصة أن عملية توصيل يتم حفر الشوارع لتوصيل هذه الكابلات في شوارع مختلفة. يعني مش فاهم الجزئيه دي، يعني الاهالي واولياء الامور هم اللي بيعارضوا فكره توصيل الكابلات والانترنت؟ نلاحظ ان المعارضه بيقودها مدرسين المتخصصين بالدروس الخصوصيه، بيقودوا اولياء الامور لمعارضه التوسع او المنظومه التعليميه الجديده، ويبرزون المشاكل التي تواجه الطلبة. لكن عند التنفيذ هناك يعني التنفيذ يحتاج استثمارات ضخمة. الشركة المسؤولة يعني عن التنفيذ أولياء الأمور أو بعض المدرسين يعني أو المعلمين الجهاز هم اللي وقفوا مسيرة التابلت؟ أو أنا هقول لساعتك أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين، التابلت موجود حتى مع يعني لا يوجد حتى مشكلة. لا نحمل أولياء الأمور ما لا يحتملوا، يعني هو لما ما هو المفترض التابلت بالفعل موجود، وإحنا بنتكلم على غرامة بس لسه الطلبة لحد دلوقتي ما خدوش حاجه. يعني ما هو هياخد الجهاز، هيبقى اذا لم يكن هناك انترنت داخل المدارس هذا الجهاز لا يكون له في اي فائده. صحيح. فالدوله بتحاول توصيل اصل فيما يتعلق بالتجهيزات او تجهيزات المدارس، أو توصيل الانترنت المدارس
يتم من خلال هذه كابلات. الامور دي مرتبطه بالوزاره بالتنسيق مع وزاره الاولياء الامور، لا دخل لهم في هذه اولياء الامور يعترضون على عمليات الحفر في الشوارع، عندما يعني الشارع عندكم يكون في حملات حفر لتوصيل الانترنت او الغاز، او الناس بتبقى منزعجه. حضرتك رصدت اعتراضات كثيره يعني. طبعا طبعا الناس اصلا هي بتبقى عايزه الخدمه بسرعه، اتعملت ازاي ما نعرفش، لكن توصيل يعني هل المواطن يملك ان لو في حفر في الشارع بتاعه لتوصيل كابلات معينه؟ الناس بتبقى منزعجه، تقول لك ان دي مدرستي وده شارع، ده الشارع بتاعي يعني وملكي. يقوم بايقاف هذه المهمه، مش ايقاف، هو بيبقى اعتراض، هو لا يملك الايقاف، ولكن يعترض وينزعج، ومن خلال التواصل الاجتماعي الناس بتحفر، الناس مش عارف يعني. المفترض ان احنا نساعد الاجهزه المعنيه لعمل توصيل الانترنت للمدارس ولنجاح هذه المنظومة والقضاء على الدروس الخصوصية، لأن هذه المنظومة ستقضي تماما على أي دروس خصوصية. ومطلوب أيضا مع توصيل الانترنت وتسليم التابلت أن يكون هناك تجهيز للمدرس المعلم، تجهيزه علميا، أن يكون قادر على مؤهل لهذه المنظومة الجديدة، لأن ليس كل المدرسين عندهم القدرة على ممارسة هذا النشاط، مثل لكن المدرسين الجدد أعتقد لديهم الخبرة وما إلى ذلك، خاصة الشباب، لكن المدرسين الكبار في السن خبرتهم إلى حد ما زالت ضعيفة على إمكانية التعامل مع الإنترنت والتابلت وما إلى ذلك. فيجب أن يكون هناك دورات تدريبية وتعليم جيد للمدرس، ليكون عنده الإمكانية لتوصيل لتنفيذ المنظومة مع التربية والتعليم ومع الطلبة الذين يتم تسليم التابلت لهم. التابلت موجود وفي مخازن الوزارة، والمشكلة في عملية توصيل الانترنت للمدارس بعد توصيل الكابلات. في شركات أخرى تجهز المدارس ليكون هناك واي فاي داخل الفصول والأماكن البحثية داخل المدرسة، لكن طبعا نعرف جيدا أن المدارس الحكومية منتشرة في أماكن كثيرة وأماكن بعيدة وأماكن مزدحمة وشوارع غير كانت مؤهلة، أطراف المدينة أو شوارع مزدحمة أو ما إلى ذلك، وده يحتاج إلى يعني استثمارات ضخمة والدولة شغالة فيه. بس أعتقد أن هو يعني لما وزارة التربية والتعليم جت عشان تفكر في فكرة التابلت والنظام الجديد والإنترنت، أكيد كانت حاطة المفروض يعني كانت حاطة في اعتبارها الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي، أن في مدارس في قرى نائيه او في اطراف المدينه او في بعض الشوارع اللي بقى فيها ممكن بعض المشاكل او الاعاقه لفكره يعني توصيل النت ليها، او الاجواء فيها بتبقى غير مهيئه ل يعني استقبال هذه الطفره الجديده في نظام التعليم. هو الوزاره لديها هذه المعلومات، ولكن المشروع ضخم للغايه، مشروع كبير جدا، الاستثمارات ضخمه، الشركة المسؤولة عن التنفيذ عليها عبء كبير جدا أكثر مما نتخيل. عملية شق طرق وتوصيل الكابلات في مئات الآلاف من المدارس حتى يتم تنفيذ المنظومة على جميع المدارس على مستوى الجمهورية، هذا ليس أمر سهل للغاية. الفكرة ليست في أن يتم تسليم تابلت للطالب بدل الكتاب أو إلى جانب الكتاب، ولكن توصيل الانترنت للمدارس ده هو المشكلة الأصعب بالنسبة للمدرسين، للوزارة، وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات، لأنهم هم المسؤولين عن تنفيذ هذه المنظومة. أعتقد يعني الدولة شغالة في هذا، ولكن يجب أن نساعدهم في تنفيذ ذلك. وما نستعجلش، الوزير لديه من الخبرات وعنده لديه من الخبرات، واعتقد حتى يعني التابلت عندما يستلمه الطالب الكثير من الشباب الصغير يعني لديه يعني لا يكون لديه المسؤوليه الكافيه ان يتعامل مع التابلت معامله جيده، بيرمي شنطته في اي مكان ويلعب كوره وما الى ذلك من الامور التي ممكن ان تفسد هذا الجهاز
او تفقده صحيح. او يتم سرقته من بعضهم البعض يعني هو تجديد للمحافظه عليه لانه هو يعني مهم طبعا جدا المحافظه عليه، بس الطلبه ياخذوه الاول وبعدين نتكلم بقى في مرحله لاحقه فكره المحافظه عليه او فرض غرامه على فقدان التابلت، بس طبعا الطلبه ياخذوه في بدايه الامر. انا بشكرك جدا جزيل الشكر استاذ عبد الناصر منصور الكاتب الصحفي بالاهرام، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا استاذ مشاهدي. شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام. دلوقتي ميعادنا وموجز جديد لاهم واخر الانباء مع زميلة نجلاء الجعفري.